الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. بين هنا رحمه الله اتفاق جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم على البشارة والنذارة، البشارة بالتوحيد والنذارة من الشرك، البشارة بالجنة وثواب الله لمن عمل بالتوحيد وكان من أهله، والنذارة من النار لمن كان من أهل الشرك الناقضين للتوحيد الناكثين للإيمان. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، ثم ذكر الدليل على ذلك. قال: والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، أي بعث الله سبحانه وتعالى الرسل للبشارة والنذارة، مبشرين الناس ومنذرينهم، يبشرون الناس بالجنة لمن عمل بعمل أهل الجنة، ورأس عمل أهل الجنة توحيد الله، ومنذرين من النار ومن العمل بعمل أهل النار، ورأس أعمال
أهل النار الشرك بالله جل وعلا. قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي لئلا يقول الناس يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير. فالله سبحانه وتعالى أقام الحجة وأبان المحجة وأوضح السبيل ببعثة رسله وأنبيائه عليهم صلوات الله وسلامه، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أول الرسل أي إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على ذلك، ذكر الدليل على أن أول رسول إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام، وهو قول الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، كما أوحينا إلى أولهم ثم توالوا بعده، وبعثت الرسل تترى بعده، فكان هو أولهم، ولهذا قال: والنبيين من بعده. وجاء في الصحيحين في ذكر حديث الشفاعة الطويل أن الناس يوم القيامة يأتون نوحا عليه السلام ويقولون له: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. والحديث في الصحيحين. فهذا مع الآية الكريمة التي ساق المصنف رحمه الله تعالى فيهما الدليل على أن نوحا عليه السلام هو أول رسول. ثم ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام كما قال المصنف هنا: وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجاء في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. فبه عليه الصلاة والسلام ختمت النبوات، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبين هذين الرسولين بعث عدد كبير من المرسلين. جاء في بعض الأحاديث إشارة إلى هذا العدد وحسنه بعض أهل العلم، وهو ما رواه ابن أبي حاتم وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء، قلت يا رسول الله كم الأنبياء، أي كم عدد الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى. قال: 124,000، 124,000. قلت يا رسول الله كم الرسل منهم، لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه: كم الرسل منهم، يعني كم عدد الرسل من هؤلاء الأنبياء، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فقال: كم عدد الرسل منهم؟ قال: 313 جم غفير، 313 جم غفير. فإذا بعث الله عز وجل النبيين والمرسلين
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهم كما جاء في الحديث جم غفير وعدد كثير، إقامة للحجة وإزالة للمعذرة وإبانة للسبيل. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهنا يقرر رحمه الله تعالى اتفاق دعوة النبيين على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، فكلمة النبيين في هذا واحدة ولا خلاف بينهم، فهم دعاة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وإلى التحذير من الشرك والبراءة منه ومن أهله، فهذا أمر متفق عليه بين النبيين وكلمتهم فيه واحدة. والدليل كما قال المصنف قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أن الرسل كلهم دعاة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وهي توحيده، وإلى نبذ الطاغوت وهو الشرك والكفر به سبحانه وتعالى، كما سيأتي إيضاح لذلك وبيان عند المصنف رحمه الله تعالى. وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن تقرر هذه الحقيقة وتجلي هذا الأمر، كقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. خلت النذر أي الرسل، من بين يديه أي من أمامه، ومن خلفه أي قبله، اتفقوا كلهم على هذا الأمر ألا تعبدوا إلا الله، الذي هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والتحذير من الإشراك به سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في القرآن الكريم عند ذكر قصص الأنبياء أن أول شيء يبدأ به الأنبياء أقوامهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه الكلمة هي أول كلمة يسمعها الأقوام من الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكلمة الأنبياء واحدة، فكلهم دعاة إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، وهي الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. وأمهاتنا شتى أي شرائعنا مختلفة، لأن الشريعة والأحكام قد تختلف من نبي إلى آخر، كما قال الله سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما التوحيد
فالأنبياء كلمة فيه واحدة، العقيدة الكلمة فيها عند الأنبياء واحدة، ليس فيهم خلاف أو ليس بينهم خلاف في شيء من هذا. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. لاحظ أن دعوة الأنبياء كلهم قائمة على أمر ونهي، قائمة على أمر ونهي، يأمرهم وينهاهم. كل نبي يأمر وينهى، يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك أو ينهاهم عن الطاغوت. وهذا يعلم به أن أمر الإنسان ودينه وأعماله وجميع طاعاته لا تستقيم إلا إذا بنيت على هذا الأمر والنهي، إلا إذا بنيت وأسست على هذا الأمر والنهي، الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة الطاغوت، أي أن يكون موحدا لله في عبادته بريئا من الشرك وعبادة الطاغوت. فإن لم يكن فيه هذان الأمران لم يقبل له عمل ولم ينتفع بطاعة. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا يبين لنا المكانة العظمى والمنزلة العلية للتوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك، وأنهما لهذا الدين بمثابة الأساس والأصل الذي يقام عليه دين الله سبحانه وتعالى. وهنا أنقل كلاما عظيما نافعا للشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الأصول الثلاثة. قال رحمه الله: وبه تعرف عظمة شأن التوحيد، ومعرفتك عظمته بأن تصرف همتك إليه وإلى معرفته والعمل به غاية جهدك، وإلى معرفة ما يضاده وما سواه من أنواع العلوم الفروعية بعد ذلك، أي يؤتى بها بعد أن يؤتى بالأصل والأساس الذي تبنى عليه الأعمال. قال: فيهتم الإنسان غاية الاهتمام بمعرفة أصل الدين إجمالا قبل الواجب من الفروع، الصلاة والزكاة وغير ذلك، فلا تصلح الصلاة ولا الزكاة قبل الأصل، فلا بد من معرفة أصل الدين إجمالا ثم معرفة فروعه تفصيلا. وفي حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. تنبه، قال: إنهم أطاعوك لذلك، يعني إنهم أطاعوك للتوحيد فأعلمهم بأمر الصلاة. قال: وهذا يفيد أنهم إذا لم يعلموا التوحيد ولم يعملوا به فلا يدعوهم للصلاة، لأنهم لو صلوا بدون التوحيد لا تفيد الصلاة. نرجع للحديث مرة ثانية، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال: فإنهم أطاعوك. مفهوم الحديث أنهم إن لم يطيعوك في التوحيد لا تعلمهم بالصلاة، لأنك لو أعلمتهم بالصلاة وصلوا بدون التوحيد الصلاة لا تنفعهم، لأنها قائمة على ماذا؟ على غير أصل، لأنها قائمة على
غير أصل ومبنية على غير أساس. قال: وهذا يفيد أنهم إذا لم يعلموا التوحيد ولم يعملوا به فلا يدعوهم للصلاة إن لم يطيعوه في الدخول في الإسلام، فإن الصلاة لا تنفع، فإن الصلاة لا تنفع ولا غيرها بدون التوحيد، فإنه لا يستقيم بناء على غير أساس ولا فرع على غير أصل. والأصل والأساس هو التوحيد، والصلاة وإن كانت هي عمود الإسلام فمع ذلك لم تفرض إلا بعد الأمر بالتوحيد بنحو 10 سنين، وهذا سبق أن مر معنا. قال: ومما يبين أن التوحيد هو الأصل كونه يوجد من يدخل الجنة ولم يصلي ركعة واحدة. يقول: ومما يبين أن التوحيد هو الأصل كونه يوجد من يدخل الجنة ولم يصلي ركعة واحدة، وذلك إذا اعتقد التوحيد وعمل به ومات متمسكا به، ومات متمسكا به، كأن يقتل قبل أن يصلي أو يموت، كأن يقتل قبل أن يصلي أو يموت. ممكن شخص يدخل الجنة وليس عنده إلا التوحيد، ليس عنده صلاة ولا صيام، ولا مثل أن يدعى إلى الإسلام ويبين له الإسلام فيعلن إسلامه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يقتل أو يموت، فهذا يدخل الجنة. قال: والصلاة لا تنفع وحدها، والصلاة لا تنفع وحدها، ولو صلى وزكى وصام إذا لم يعتقد التوحيد، وبذلك يعرف عظم شأن التوحيد. قال: وما هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيد، وما هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيد والعمل به. وما دخل الشيطان على من دخل، ولا مزق عقول من مزق، ولا وقع ما وقع إلا من آفة قولهم، يكفي النطق بالشهادتين ومجرد المعرفة، حتى إن من علمائهم من لا يعرف التوحيد أصلا، وذلك لكونهم ابتلوا بالشرك وعبادة الأوثان وكثرة الشبهات الباطلة، فبذلك خفي التوحيد على كثير ممن يدعي العلم لعدم المعرفة به. وإلا فمعرفة التوحيد والشرك من أهون ما يكون وأسهله إجمالا، كما في زمن الصحابة فإنهم كانوا يعرفون التوحيد والشرك، فمن قال لا إله إلا الله يترك الشرك ويعلم أنه باطل مناف لكلمة الإخلاص. ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وأما حين كثرت الشبهات صعب معرفة التوحيد والتخلص من ضده، وكثر النفاق وصار الكثير يقولها، أي يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ويعبد مع الله غيره، فالله المستعان. فهذا كلام عظيم في بيان أهمية التوحيد ومكانته العظمى، وأن أمر التوحيد واضح وشأنه بين، لكن لما وجدت في بعض المجتمعات ترويج الشبهات الضالة والأهواء الباطلة أبعدت العقول عن صفاء التوحيد ونقاء الإيمان إلى ضلالات وشركيات وأباطيل ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، وأصبح يوجد من يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يقوم بحقيقة هذه الكلمة من الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك، بل في اللحظة الواحدة تسمعه يقول لا إله إلا الله ومباشرة يستغيث بغير الله، ومباشرة بعد كلمة لا إله إلا الله
يستغيث بغير الله ويطلب مدده أو شفاءه أو صلاحه أو هداية ولده من غير الله تبارك وتعالى، فأين هؤلاء من نور هذه الكلمة وضياء التوحيد وسن الإيمان الذي تدل عليه هذه الكلمة العظيمة المباركة؟ ثم قال رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ومرت معنا الآية في أن هذا هو زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. افترض عليهم أي أن هذا الأمر الذي هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فرض لازم وواجب متعين وأمر متحتم على كل مسلم ومسلمة، ولا سعادة ولا نجاة من النار ولا فوز برضا الله سبحانه وتعالى إلا بتحقيق هذا الأصل. ولهذا قال الله تعالى بعد آية الكرسي: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك بالتوحيد وبالدين الحق. الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هذان فرضان متحتمان. افترض الله على العباد أن يكفروا بالطاغوت ويؤمنوا بالله. ما هو الكفر بالطاغوت وما هو الإيمان بالله؟ قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض رسائله، قال: صفة الكفر بالطاغوت، قال صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. هذه صفة الكفر بالطاغوت. قال رحمه الله: ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها له، وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. هذا معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم نقل المصنف رحمه الله نقلا مفيدا في هذا الباب عن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والنقل من كتابه إعلام الموقعين. نقل عنه أنه قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا تعريف الطاغوت، والكلمة في أصلها مشتقة من الطغيان. الطغيان تجاوز الحد، تجاوز الحد. فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود إذا تجاوز الإنسان حده في مخلوق من مخلوقات الله فجعله معبودا مع الله، يصرف له العبادات من دعاء أو رجاء أو ذبح أو غير ذلك من أنواع العبادة. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع، أي في معاصي الله سبحانه وتعالى وما حرم جل وعلا، أو مطاع من دون الله في التحليل والتحريم بأن يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله. وابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الأمور الثلاثة في تعريف الطاغوت قال:
فإذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة. إذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة. قوله إذا تأملت طواغيت العالم هذا إشارة إلى أن الطواغيت كثيرون، لكن هذه الثلاثة تجمع ولا يخرج كل طاغوت في العالم عن هذه المعاني الثلاثة، وهي قوله وهي الواردة في قوله ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال رحمه الله والطواغيت كثيرة، والطواغيت كثيرة أي عددهم كثير، الطواغيت كثيرة، لأنك إن تأملت كلام ابن القيم السابق يفيد هذا المعنى، يفيد هذا المعنى، يفيد كثرة الطواغيت. قال والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، ورؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله، يعني أول هؤلاء الطواغيت وأشرهم وأعتاهم وأكثرهم طغيانا إبليس لعنه الله، فهو أشد الطواغيت لأنه الداعية الأول للشرك ولعبادة غير الله سبحانه وتعالى. يا أبت لا تعبد الشيطان، فالشيطان الداعية الأول وأكبر الدعاة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، يدعو إلى أمور كثيرة، لكن أهم شيء يدعو إليه ويجد ويجتهد في نيله ويحرص جنوده عليه الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة الطواغيت. قال أولهم، قال رؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض، ومن عبد وهو راض. من عبد بالدعاء والذبح والنذر والرجاء وغير ذلك وهو راض، أما من يعبد وهو ليس راض لا يكون طاغوتا، لا يكون طاغوتا، وعبادته طغيان، عبادته طغيان ممن عبد غير الله سبحانه وتعالى، لأن تجاوز للحد وكفر بالله سبحانه وتعالى. لكن من عبد من دون الله وهو غير راض، مثل عيسى عليه السلام عبد من دون الله وهو غير راض، وعزير عبد وهو غير راض، الملائكة عبدت وهي ليست راضية. فكل من عبد من ملك أو نبي أو ولي من الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى فلا ليس داخلا في الباب. فالطاغوت من عبد من دون الله وهو راض، وراض بأن يعبد مقرا لهذا الأمر غير منكر له، والملائكة والأنبياء وأولياء الله عز وجل الصادقين كلهم يبرؤون ممن عبدهم ويعلنون البراءة بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من هؤلاء، لأنهم ليسوا راضين عن ذلك. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، لأن العبادة حق لله، حق لله، لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فكما أن ربنا عز وجل تفرد بخلق الخلق فالواجب أن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يجعل معه شريك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، أيضا طاغوت، من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، حتى وإن لم يعبدوه، حتى وإن لم يعبده ولا واحد من الناس فهو طاغوت، طالما أنه يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويريد منهم أن يعبدوه أو يصرفوا له شيئا من العبادة أو يعطوه شيئا من حقوق الله وخصائصه
فهذا طاغوت، حتى وإن لم يقبلوا منه، حتى وإن لم يجد من يقبل منه ذلك فهو من الطواغيت. مثل أن يدعي للناس أنه يعلم الغيب، هذا طاغوت، وإن لم يصدقه أحد، حتى وإن لم يصدقه أحد. وكذلك من يريد من الناس أن يعبدوه أو يعلقوا حاجاتهم به أو يريد أن تصرف له أشياء من حقوق الله وخصائصه، فهذا من الطواغيت حتى وإن لم يقبل منه أحد. قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن ادعى شيئا من علم الغيب أيضا فهو من الطواغيت، مثل السحرة والكهنة والمشعوذين والمنجمين والرمالين ومن يزعمون القراءة في الكف إلى آخره، كل من ادعى علم الغيب فهو من الطواغيت. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعلم الغيب أمر اختص الله سبحانه وتعالى به، فمن ادعى ذلك لنفسه فهو من الطواغيت، لأن هذا من تجاوز العبد للحد. فعلم الغيب لله، فإذا ادعاه أحد الناس أو أحد المخلوقين لنفسه يكون بذلك طاغوتا، لأنه تجاوز بذلك الحد. قال: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله، أي ترك أحكام الله وشرعه وتنزيله وسن في الناس أحكاما وقوانين وضعية من وضع البشر، فنبذ حكم الله جل وعلا واستبدل به أحكام البشر وقوانين البشر والأمور التي وضعها البشر. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إن الحكم إلا لله. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله. لما ذكر هذه الرؤوس الخمسة للطواغيت ذكر رحمه الله الدليل على أن الإيمان لا يكون إلا أن الإيمان والتمسك بالدين حقا وصدقا لا يكون إلا بالكفر بالطاغوت مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قوله لا إكراه في الدين أي لا تكره أحدا عليه، لأنه استبان أمره واتضح وظهر وبان، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يكره أحد عليه. وقيل إن هذه الآية كانت في ابتداء الأمر ثم نسخت بالآيات التي فيها الأمر بالقتال. قال: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تبين الرشد من الغي أي تميز الحق من الباطل، والإيمان من الكفر، والهدى من الضلال، أي بالآيات البينات والحجج الواضحات والدلائل الساطعات التي جاء بها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. استمسك بالعروة الوثقى أي أخذ وتعلق بالمعتصم الذي لا ينفصل، ولا الذي لا ينفصل،
لا انفصام لها، أي اعتصم بالمعتصم الذي من تمسك به نجا ومن لم يتمسك به هلك. وهذا فيه أنه لا نجاة ولا عصمة لأحد ولا سلامة إلا بهذين الأمرين، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومعنى استمسك بالعروة الوثقى أي استمسك بلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله هي العروة الوثقى. ولا يكون العبد من أهل لا إله إلا الله إلا بتحقيق ما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة من النفي والإثبات، والنفي هو الكفر بالطاغوت، والإثبات هو الإيمان بالله، وبهما يكون العبد من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا. أما بمجرد النطق لهذه الكلمة دون تحقيق ما دلت عليه من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فإن الإنسان لا يكون بمجرد ذلك من أهل هذه الكلمة العظيمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا تقعيد نافع وتأصيل مفيد، يقول رحمه الله: كل اسم علق بأسماء الدين، كل اسم علق بأسماء الدين من إسلام أو إيمان أو غيرهما إنما يثبت لمن اتصف بتلك الصفة الموجبة لذلك، إنما يثبت لمن اتصف بتلك الصفة الموجبة لذلك، أي أن مجرد الادعاء أو مجرد الاتصاف، مجرد الادعاء أو مجرد الانتماء بدون تحقيق الاتصاف بما يقتضيه ويوجبه لا يكون من أهل ذلك الوصف. فلو قال إني مسلم ولا يستسلم، أو قال إني مؤمن ولا يقر ولا يصدق، أو غير ذلك، لا يكون من أهل هذه الألفاظ وإن ادعاها لنفسه. فإذا ليست العبرة بالدعاوى، وإنما العبرة بالحقائق، وإنما العبرة بالحقائق. ثم قال رحمه الله: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام أي توحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيق الشهادتين، وتحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا هو رأس الأمر، والأمر كله يبنى على هذا الرأس وعلى هذا الأساس. فإذا لم يكن هذا الأساس قائما لا يستفاد كما تقدم من صلاة ولا من غيرها من الأعمال، فلا بد من إقامة الدين على هذا الأصل العظيم والأساس المتين. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وهذا فيه بيان مكانة الصلاة من الدين وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وجعلها بمكانة عالية من الدين بحيث إنها للدين بمثابة العمود للخيمة. ومن المعلوم أن العمود الذي تقوم عليه الخيمة إذا نزع سقطت ولم تقم لها قائمة، لا تقوم الخيمة إلا بعمودها، وهذا فيه دلالة على كفر تارك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ففيه دلالة على كفر تارك الصلاة، لأن الصلاة للدين بمثابة العمود للبنيان أو العمود للخيام. فكما أن البناء أو الخيمة لا تقوم إلا على عمود، فكذلك الإسلام لا يقوم إلا على هذا العماد. قال: وعموده الصلاة.
ومن لم يصلي لا حظ له في الإسلام. وأخذا من هذا الحديث وغيره قال أهل العلم: من أراد أن يعرف حظه من الإسلام فلينظر إلى حظه من الصلاة، فالصلاة ميزان يستطيع الإنسان يعرف من خلالها حظه من الإسلام، والإسلام يزيد وينقص ويقوى ويضعف. وإذا أردت أن تعرف الميزان في ذلك فعندك ميزان ومحك دقيق وهو الصلاة، يستطيع الإنسان يزن نفسه من خلال الصلاة واهتمامه بها. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في أمر الصلاة تفاوتا عظيما. قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة الشيء أعلاه وأرفع شيء فيه، وسمي سنام البعير سناما لارتفاعه وعلوه، ولأنه أعلى شيء في البعير وأرفعه. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، لأن الجهاد له في الدين المكانة العلية والمنزلة الرفيعة. والنصوص في فضل الجهاد ومكانته وعظيم ثوابه وثواب عظيم ثواب أهله عند الله سبحانه وتعالى كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والمراد بالجهاد أي الجهاد الشرعي المبني على أسس قويمة وقواعد مستقيمة مستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الاعتداء والظلم والبغي والخروج على ولاة الأمر ونحو ذلك مما يسميه بعض الناس جهادا، هذا ليس من الجهاد في شيء، وفاعله لا يؤجر بل يؤزر، ولا يكون من المجاهدين، لأن الجهاد أمر شرعي جاء بيانه في الكتاب والسنة، فلا يفعل إلا في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما أن يركب الإنسان رأسه ويحمل سيفه أو سلاحه ويمضي قتلا وظلما وعدوانا بغير بينة ولا معتمد ولا مستند من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فليس فعله جهادا ولا هو أيضا من المجاهدين في سبيل الله. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى هذه الرسالة العظيمة المباركة، وختم بقوله: والله أعلم. ختم هذه النبذة الطيبة بقوله: والله أعلم، برد العلم إلى الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ووسع كل شيء علما، فرد العلم إلى عالمه. ثم ختم بالصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجزي هذا الإمام وغيره من علماء المسلمين وأئمة الدين عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يرفع درجاتهم في عليين، وأن يغفر لنا ولهم أجمعين، وأن يلحقنا جميعا بالصالحين من عباده، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله تبارك وتعالى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،
وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. كثرت الأسئلة عن العشر من ذي الحجة، وما ينبغي للعبد أن يفعل في هذه الأيام، وما هي العبادات الخاصة بهذه الأيام. نعم، العشر الأول من شهر ذي الحجة هي عشر مباركة وأيام فاضلة، وهي موسم عظيم من مواسم الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أيام أعلى الله سبحانه وتعالى شأنها ورفع سبحانه وتعالى قدرها ونوه بها. ففي القرآن قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. جاء عن ابن عباس وغيره أن العشر المعنية هنا هي العشر الأول من شهر ذي الحجة، وأن قسم الله سبحانه وتعالى بها دليل على شرفها ومكانتها ومنزلتها عنده، وأنها خير الأيام. وأهل العلم اختلفوا في أي العشرين أفضل، العشر الأول من شهر ذي الحجة أو العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك. والتحقيق في ذلك ما قرره بعض أهل العلم، ألا وهو أن العشر الأخيرة أو العشر الليالي الأخيرة من شهر رمضان أفضل، لأن فيها ليلة القدر خير الليالي. والعشر الأيام الأول من شهر ذي الحجة خير الأيام، لأن فيها سيد الأيام وخير الأيام يوم عرفة. فعلى كل، نحن نستقبل أياما شريفة فاضلة عالية هي خير الأيام وأفضلها، ولها المكانة العلية عند الله سبحانه وتعالى، والله يصطفي ما يشاء ويختار، وقد خص هذه الأيام بمزيد فضله واسع منه وجزيل إنعامه. فينبغي على العبد أن يري ربه سبحانه وتعالى من نفسه خيرا، وأن يتحرك في هذه العشر مقبلا على الله سبحانه وتعالى، محافظا على طاعته، جادا ومجتهدا فيما يقرب إليه سبحانه. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أي العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا فيه دلالة على فضل العمل الصالح في هذه العشر. وقوله: ما من أيام العمل الصالح، هذا يتناول الأعمال الصالحة عموما. بل قال بعض أهل العلم إن من شرف هذه العشر أنه يمكن أن تجتمع فيها أمهات العبادات، أما غيرها من الأوقات لا يمكن أن تجتمع، ولا في رمضان يمكن أن تجتمع أمهات العبادات: الصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه الأمهات العبادات لا يمكن أن تجتمع إلا في هذه العشر المباركة، وهي ميدان مبارك للعمل والمنافسة في الخيرات. وعلى العبد أن يجتهد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العشر،
بسديد الأقوال وصالح الأعمال. وأعظم ما تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إليه، ما تتقرب به إلى الله في هذه العشر وفي غيرها، الفرائض. قال جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض هي أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول أهم ما ينبغي أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به في هذا العشر الصلوات الخمس المكتوبة، ومن كان محافظا يزداد محافظة، ومن كان مقصرا يعاود نفسه. ويحرص الإنسان إلى التبكير للمساجد، ويحرص على النوافل والرغائب، ويطمئن في صلاته ويخشع ويتمم صلاته ويكملها. إذا كان لم يؤدي الصلاة المفروضة فإن من أفضل ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به في هذه العشر، إذا كان عفوا لم يؤدي الحج الذي فرضه الله عليه، فإن من أفضل ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إليه في هذه العشر أن يحج، وأن يعجل وأن يبادر، وأن لا يؤخر، بل يغنم أنه أدرك هذه العشر المباركة فيؤدي هذه الفريضة. وما الذي يدريه؟ لعله لا يدرك العشر في العام القادم أو الذي بعده. ولهذا من أكرمه الله سبحانه وتعالى وأدرك هذه العشر ولم يحج الفريضة فعليه أن يبادر وأن يسارع. والحج مرة كما قال عليه الصلاة والسلام، فما زاد فهو تطوع. ويشرع للمسلم في العشر أن يصوم، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيامنا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. وجاء في المسند أن أبا أمامة سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: دلني على عمل يدخلني الجنة، عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. فالصيام عمل صالح، فهو من الأعمال الصالحة العظيمة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها في هذه العشر المباركة. وأداء الزكاة المفروضة، أداء الزكاة المفروضة والمسارعة والمبادرة إلى ذلك، وأيضا إخراج الصدقات في سبيل الله. ولهذا من الأعمال الصالحة في هذه العشر ذبح الضحايا في البلدان. الحجاج في مكة ينحرون الهدايا، والمسلمون في البلدان ينحرون الضحايا، وكلهم يتقربون إلى الله بذلك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. فهو من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها في يوم النحر، في يوم النحر، يوم العيد، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. فيجتهد في ذلك ويخرجها أو يذبحها طيبة بها نفسه، متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى، يرجو بذلك ثواب الله، إراقة دم بهيمة الأنعام في سبيل الله وتقربا إليه سبحانه وتعالى. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه قال: إذا دخل أو إذا رأيتم هلال ذي الحجة، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن الأخذ من شعره وأظافره حتى يضحي. وفي رواية الحديث: فلا يمسن من شعره وأظافره شيئا. في أحد ألفاظ الحديث: فليمسك، وأحد ألفاظه: فلا يمس. أحدهما أمر بالإمساك، والثاني نهي عن الأخذ. والأصل في الأمر
الوجوب، والأصل في النهي التحريم. ولهذا من أراد أن يضحي لا يجوز له أن يأخذ من أظافره أو من شعره شيئا. أما من يضحي عنهم من الأهل والأولاد والأطفال فهؤلاء لا يشملهم هذا الحكم، بل يشمل الذي أراد أن يضحي. وقد ذكر العلماء من الحكمة في ذلك، لما كان من أراد أن يضحي مشاركا للحجاج في بعض أعمال المناسك وهو النحر والذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، شرع له أن يمتنع عن بعض محذورات الإحرام مشاركة منه للحجاج، والكل يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويرجون بذلك ثوابه. كما يشرع للمسلم في العشر الإكثار من ذكر الله تهليلا وتحميدا وتكبيرا، كما جاء في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير، فيشرع للمسلم ذلك. واستدل أيضا بعض أهل العلم لذلك بقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات العشر، الأيام المعلومات العشر، أي العشر الأول من ذي الحجة. فيشرع في هذه العشر الإكثار من ذكر الله، وقد جاء في صحيح البخاري تعليقا مجزوما به أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في العشر ويكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، أي يذكرون الناس عندما يرفعون أصواتهم بالتكبير وذكر الله، فيبدأ الناس ينشطون لأداء هذا العمل. أما التكبير الجماعي بصوت واحد وبأداء واحد فهذا من البدع، لا دليل على مشروعيته ولا أساس له في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والشاهد أن هذه العشر عشر مباركات وموسم عظيم للطاعات وفعل الخيرات، فعلى العبد أن يحرص في هذه العشر على الخير وأن يستعين بالله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الرياء أو السمعة تحبط عمل الشخص؟ الرياء نوعان: رياء خالص وهو رياء المنافقين، قال الله تعالى: يراؤون الناس، فهذا كفر أكبر ناقل من الملة محبط للأعمال كلها وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وأما يسير الرياء، يسير الرياء، وهذا يقع من الإنسان الموحد، يأتي عليه بعض الأحيان فيقع في يسير من الرياء، إما يزين عمل من الأعمال أو يسمع بعمل من الأعمال طلبا لمحمدة الناس وثنائهم أو نحو ذلك، فهذا لا يبطل الدين ولا يبطل الأعمال كلها، وإنما يبطل العمل الذي خارفه. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل على الذي يكلف غيره أن يذبح له كذلك لا يأخذ من أظافره ومن شعره؟ إذا كلف أحد غيره أن يضحي عنه، مثل أن يعطيه شيء من النقود ويقول: إذا جاء يوم العيد تذبح عني الضحية، ففي مثل هذه الحالة الذي يمسك هذا الذي كلف هو الذي أراد أن يضحي، أما المكلف بذلك أو الموكل بذلك لا يشمله الحكم إلا إذا كان هو يريد أن يضحي، أما هو في هذه الحالة يعتبر وكيلا لا يعتبر أراد أن يضحي،
يعتبر وكيلا أو نائبا يقوم عن من أراد أن يضحي بعمله، فلا يشمله الحكم، وإنما يشمل الحكم هذا الذي أراد أن يضحي فكلف غيره أن يقوم بذلك عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: يا شيخ، نحن إن شاء الله سنذهب حجاجا في هذا العام، ولكن يا شيخ قال لنا صاحب الباص أن نتجهز في بيوتنا لأنه لن يقف في الميقات، فهل هذا الفعل صوابا؟ وكيف نعمل إذا مررنا بالميقات؟ لا حرج عليكم في ذلك، ولا بأس أن تغتسل في البيت وتلبس الإحرام في البيت، وإذا مررت بالميقات حتى وإن لم تنزل تلبي مجرد المحاذاة، مثلك مثل أيضا من يمر بالميقات في الطائرة، فإذا حاذيت الميقات تلبي. إن تيسر أن تنزل في الميقات وكان يوافق صلاة فتصلي مع الجماعة، أو تصلي في المسجد ثم بعد ذلك تلبي، فهذا أفضل. لكن إن لم يتيسر ذلك لا حرج عليك أن تلبس إحرامك في البيت وتتجهز، وإذا حاذيت الميقات تلبي، لا حرج عليك في ذلك وقد أديت ما وجب عليك. الحاج الذي يريد أن يضحي أيضا، هل من بداية العشر؟ الحاج الذي يريد أن يضحي نعم يشمله الحكم، لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي، إلا شيء واحد وهو التقصير من الشعر إذا كان متمتعا، تقصير من الشعر، فهذا نسك وواجب من واجبات العمرة، واجب من واجبات العمرة، فيأخذ من شعره للنسك. أما في أثناء العشر ليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره إذا كان يريد أن يضحي. بالنسبة للعشر متى تبدأ؟ يعني هل هو ليلة العشر أم؟ العشر تبدأ بالإعلان عن دخول العشر بإهلال الهلال، بإهلال الهلال، إهلال عشر من ذي الحجة تبدأ العشر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعد الانتهاء من مناسك الحج سوف أعود إلى المدينة ثم إلى مكة مرة أخرى ثم السفر إلى بلدي، فمتى أطوف طواف الوداع؟ تطوف طواف الوداع إذا أردت أن تخرج من مكة إلى المدينة منتهيا من أعمال الحج، ففي ذلك الوقت تطوف طواف الوداع، ولا تمشي إلى المدينة قبل أن تؤدي طواف الوداع، بل طوافك للوداع قبل مغادرتك مكة إلى المدينة هذا واجب من الواجبات عليك في حجك. نعم. هذا يقول أنه حج في العام الماضي، أديت الحج في العام الماضي مفردا علما بأنني أديت عمرة في أول ذي القعدة، ثم رجعت إلى المدينة، فهل علي شيء؟ أعد. يقول: في العام الماضي أديت حج الإفراد علما بأني أديت عمرة في أول ذي القعدة ثم رجعت إلى المدينة، فهل علي شيء؟ أعد مرة ثالثة. في أول إيش؟ يقول: في العام الماضي أديت الحج يعني مفردا علما بأني أديت عمرة في أول ذي القعدة في أشهر الحج، نعم، ثم رجعت إلى المدينة، هل علي شيء؟ إذا كنت من أهل المدينة، إذا كنت من أهل المدينة رجعت إلى بلدك انقطع بذلك التمتع، أما إذا كنت لست من أهل المدينة، إذا كنت لست من أهل المدينة واعتمرت وجئت إلى المدينة ثم رجعت إلى مكة، سواء رجعت إليها بعمرة جديدة أو رجعت إليها بالحج وحده،
فإنك في هذه الحالة تكون متمتعا، ويكون عليك في هذه الحالة هدي التمتع، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أدعو عند السجود لأبنائي وأهلي وأصدقائي بذكر أسمائهم، فهل هذا جائز؟ بعض أهل العلم لا يرى في ذلك حرجا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحري الدعاء في السجود. وبعض أهل العلم يخص ذلك بما ورد، وبعضهم يقول لا بأس أن يدعو الإنسان بحاجته، المهم أن لا يكون منه اعتداء في دعائه. وهذا سؤال غريب، يقول: هل المقصود قص شعر الرأس فقط في أيام ذي الحجة في العشر، أم قص الذقن أيضا؟ قص الأخذ من الشعر عموما، الأخذ من الشعر عموما هذا ينهى عنه في العشر لمن أراد أن يضحي، أما الأخذ من الذقن فهذا ينهى عنه في الحياة كلها ليس في العشر، ينهى عنه في الحياة كلها ليس في العشر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرخوا اللحى، أسدلوا اللحى، أكرموا اللحى. وإذا أكرمك الله سبحانه وتعالى في هذه العشر فأطعت الرسول عليه الصلاة والسلام بعدم الأخذ من الشعر ومن الأظافر طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فأطعه في العام كله في الحياة كلها بعدم الأخذ من اللحية، لأن الذي أمرك ألا تأخذ في العشر من شعرك وأظفارك هو الذي أمرك ألا تأخذ أو ألا تحلق لحيتك في حياتك كلها، فلماذا تطيعه في العشر ولا تطيعه في بقية حياتك؟ أحسن الله إليكم. هذا يقول: أتيت لأؤدي فريضة الحج ومعي نسوة أميات لا يتقنون دعاء، فهل يجوز لي أن أجهر بالدعاء ليتابعوني في ذلك؟ علمهن الدعاء ولو أشياء قليلة، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تحفظهن هذه الأدعية وتحثهن على الإكثار منها. أما الأدعية الجماعية وبأداء واحد وترديد واحد فهذا لا نعلم له أصلا في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا يسأل يقول: هل يجوز تقديم سعي الحج على الطواف للمتمتع؟ الأصل أن يأتي المسلم بأعمال يوم النحر مرتبة: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي، هذا هو الأصل أن يأتي بها مرتبة. لكن لو حصل له ظرف أو شيء فحصل تقديم لهذه الأعمال بعضها على بعض فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج. لكن الأصل أن يأتي بها مرتبة كما جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما قال: لتأخذوا عني مناسككم. أيضا الرمي قبل الزوال هل هو جائز؟ الرمي قبل الزوال لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل في 3 أيام أيام التشريق كان يتحرى أن تزول الشمس ثم يرمي، يتحرى أن تزول الشمس ثم يرمي. والحمد لله الآن الأمور ميسرة في الرمي والأماكن واسعة ومرتبة، فيجتهد الحاج أن يكون رميه بعد الزوال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.